ما هو التوحيد؟ توحيد كاي آهي. التوحيد هو إفراد الله بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة ولا يجعل معه شريكا. توحيد سي مطلع هي آهي كي أبان الله چا صوبت كونالا هي شريك نايت هيرو. إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. الله لا هي جي تين قسمي آهي تيتلان فقط ان فقط الله چي عبادت كرجي. الأول توحيد الربوبية ما هو؟ سجلت بيلي توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق مثلا. توحيد الربوبية منجي الله رب العزة لا سجلت هي جغات هي جي كان أبن پاتاو هي الله رب العزة چه پاتھو للي أني الله رب العزة چه دل للي آهي. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة. دوسری جی قسم آہے تعالی توحید الوہیت آنی عبادت منتات. افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ لا نعبد الا اللہ. امی یا جگہ مدے اللہ شوائے کونی چی ہی پرارتھنا کرت نہیں. الثالث توحید الاسماء والصفات. آنی تیسری جی جو گنا ہے تے توحید اسماء و صفات آئے. افراد اللہ سبحانہ وتعالی باسماء و صفات الواردہ فی الكتاب والسنہ. کتاب آنی سنت لائے منجے قرآن منجے آنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی جی تعلیمات ہے تیانچا مندے جی آلے لا آہے اللہ چا عبادت بدل تیالا منتا. اللہ سبحانہ وتعالی لابد ان یوصف بکل صفات الکمال آنی اللہ چی جتکی پن صفات اٹریبیوٹس آئے تھی سگلی کمال چی آہے. وینزہ اللہ سبحانہ وتعالی عن کل صفت نقص وعیب آنی جی کاہی لوکانت لاپن نقص بیان کرتا ہوں اللہ رب العزت چاہ ذاتی مدے ذرہ برابر پر نقص نہیں آئے.